أغنية راب في المغرب عاملة ضجة كبيرة جدا وغضب واسع، وصل للحكم بالسجن على مغنيينها، والسبب محتواها اللي اعتبروه الناس خارج عن حدود الحياة. الأغنية ترند على المنصات وحقيقة لا تصلح للعرض ولا حتى كلمة منها، وطبعا احنا ما رح نقدر نعرض لكم يعني ولا جزء من الأغنية لأنه حقيقة معانيها صادمة. وللأمانة يعني صراحة احنا دورنا على جملتين ثلاثة كده من هنا من هنا يعني عشان نعرضهم، وحقيقة ما قدرنا يعني حتى نكمل مقطع لنهايته، ما كان في أمل يعني. طيب يوسف الملياني الملقب بيوسف 45 هو مغني وصاحب الأغنية، وعنده قناة على يوتيوب بينشر عليها فيديوهاته وأغاني عليها أكثر من 600,000 مشترك. وأما المغني الثاني فهو صديقه واسمه من غريف. الأغنية بعد ما انتشرت كثرت المطالبات بمحاسبة اللي غنوها، فقامت منظمة حماية حقوق الطفل ما تجيش ولدي يعني لا تلمس ولدي، وقدمت شكوى للنيابة العامة بتتهم المغنيين بتحريض القاصرين على الدعارة، وطالبت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وبالفعل تحركت النيابة العامة وتم حذف الأغنية من يوتيوب والحكم على كل منهم بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة قيمتها 500 درهم مغربي بتهمة التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية علنية. وتم إلقاء القبض على يوسف الملياني ولكن زميله هربان وبيتم البحث عنه. وعلى فكرة يوسف كان طلع وبرر كلمات الأغنية وقال إنه يعني تم فهمها بشكل خاطئ وإنه ما كان بيقصد منها التحريض على الجرائم الجنسية وإنه هو كتب الواقع بس، وإنه هو كان مقصده إنه يسلط الضوء على فكرة القاصرات اللي بيشوفهم بيطلعوا من مدارسهم مع الشباب على الموتورسايكل.